سيبقى تعبير الاستاذ حسن المستكاوي تاريخيا عن كولر. اشمعنى؟ لانه في كاس العالم للانديه في الفتره الصعبه، بعيد وازيد في القصه دي كتير، لانه التعبير هنا فعلا يعيش معاك على مدار المسيره. الراجل ده بيقول لنا الحقيقه، الراجل ده كسبان خسران متعادل بيقول لنا الحقيقه، وده اللي بيخلي انه كلامه بعد مباراه الاسماعيلي انه نتيجه لا تعبر عن سير الاداء منطقي جدا، وهو كسبان بيقول لك اللي حصل. والحقيقه انه فكره ان الراجل بيقول الحقيقه دايما ده يقودني انا للحاجه اللي انا بحبه عشانها. مورينيو من 3 ماتشات خد 4 من جنوة مع روما، طلع بعد المباراه يقول ايه؟ يقول ان والله انا في الصيف رفضت عرض تاريخي مجنون من السعوديه ما كانش اي حد يرفضه. لو جايين تقولوا ان انا المشكله النهارده، لا انا اسف، انا مش المشكله. لما بص على التصريح ده، ولا مقارنات لا في الاسماء ولا في التدريب ولا في اي حاجه عشان الناس اللي بتحلو في القصص دي، لا مقارنات، لكن بضرب مثل بمدرب كبير، مش هقول زال روما، بس هقول قال كلام في غير محله وهو خسران. ده مورينيو اللي على الشاشه. وفرق بين كولر اللي في النهايه وكيل اعماله وقال مع كابتن شوبير انه لو المسائل ليها علاقه بيا فانا في قمه الحزن ان الراجل ده يرفض مرتين من السعوديه عروض بمبالغ فلكيه، لان عنده اتفاق مع اداره الاهلي. كل ده يقودنا لايه في الاخر؟ ان الراجل ده بيقول الحقيقه. ايوه، يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان الراجل لما في مباراه سان جورج الاولى ومباراه الاسماعيلي يطلع ويقول لك ان الاهلي عنده مشاكل في الشوط الاول، رغم انه طلع الشوط الاول هنا كسبان بجون حسين الشحات، وامبارح كسبان 1-0 بجون بيرسي تاو، يبقى انت لازم كمذيع كمحلل كصحفي تروح وتبص على الشوط الاول وتفهم هو الراجل ده ليه زعلان. وده اللي عملناه في لقاء سان جورج، وطلعنا بفكره انه ضغط الاهلي سمح للفريق انه يخرج وكان ممكن يبختك في كره او اتنين، واللي خلانا النهارده مجبرين ان احنا نبص على الشوط الاول ونشوف ايه اللي حصل وخلى هذا الرجل يتكلم بهذه النبره مجددا عن الشوط الاول وبين قوسين وهو كسبان. فظهر اللي احنا هنشوفه مع حضراتكم بالتصوير البطيء علشان تفهم الراجل ده كان متضايق من ايه بالظبط. اولا الشوط الاول ده الاهلي كسبان فيه 1-0، لكن تبص على اللقطات معانا على الشاشه تلاقي انه ياو انور في الدقيقه الاولى رايح في غفله من الزمن من مدافعي الاهلي، الراجل لعيب الارتكاز ما جريش معاه فصبر كل الوقت علشان ياخد ويستلم ويروح ويباغت الاهلي بهجمه اولى في اول دقيقه من المباراه، اول دقيقه دي اللي فيها تركيز كلي. هنا بقى ممكن نقف يا جماعه، ممكن نقف بعد اذنكم نرجع تاني كده، نرجع تاني، لان الحقيقه الكره دي في منتهى الغرابه. بيرستاو كره معاه، فالكره هتتقطع، حلو الكلام، نكمل بقى الهجمه. ديانج او بيرستاو واحد واحد فيه، اظن بيرستاو الكره اتقطعت، عمل ايه بقى؟ بص عليه، بص عليه هو، بص عليه هو وقف. ده مودست، مودست كمان الوقفه دي ممكن نخليها واقفين زي ما احنا كده. الراجل اللي واقف هنا ده غالبا هو مودست، يعني الاثنين اللي في عمق الملعب اللي عند دايره نص الملعب بتوع الاسماعيلي يفترض ان انت لما الكره تقطع منك يا اما هترجع على نفس الخط يا اما تروح على العمق وتساعد اللعيبه لان الدايره فضيت. حلو الكلام، ولا سيما بصوت كابتن ايمن الكاشف انه الاثنين دول كمل بقى الهجمه، هم اللي رايحين وهم اللي هيستلموا. واحد منهم استلم الكوره اداها للتاني، التاني استلم الكوره وهي رايحه، علي معلول يعمل اللي انت هتشوفه ده علشان الكوره تضيع وانت لسه في الشوط الاول ولسه بتقول يا هادي. ما بين مودست اللي كان موجود في الكوره وبين علي معلول، دي اخطاء لا يمكن ان اي مدرب يقبلها. اللي بعدها اللي غريبه جدا بالنسبه لي، لانه ده المفروض اللي بيلم كل حاجه، ديانج بص على الكوره، ممكن نقف هنا، ممكن نقف هنا. المنظر ده غريب جدا في الدفاع، 1 2 3 4 5 على خط واحد واقفين، وديانج لاعب الارتكاز لما الكره دي هتكمل نكملها سنه صغيره، ديانج واقف لمنك رايح تضغط، ولما هتيجي هتاخد موقف بقى هتعمل ايه؟ تمد رجلك على امل انها تيجي ناحيتك. في حاجه اسمها كده؟ ايه يا ديانج ده؟ وراحت الكوره. تيجي على اللي بعدها في تكرار لنفس المشهد، غريبه جدا من ديانج انه يقف وقفه زي دي الحقيقه. يعني تبص بقى هنا، ممكن نقف، ممكن نقف يا جماعه، كل لعيبه الاهلي عينها فين؟ 1 2 3 4 5 6 لعيبه جوه منطقه الجزاء في الشوط الاول، في الشوط الثاني ده اول شوط ثاني، عينيهم فين؟ على الكوره. نكمل،
كرة تتلعب وعندك اتنين المساحة مستباحة لو الكرة جات لهم ان هم يشوطوا 100%. فالكرة هتيجي وتبقى هجمة بسبعة ارواح، كل واحد يعدي يشيل والتاني يشيل والتالت يشيل على امل انه في النهاية ولا واحدة منهم تكمل. وبالتالي حالة السرحان اللي يبقى اخرها بقى جون الاسماعيلي ده منظر كان لازم كولر يقف ويتكلم عليه بشكل كامل ويقول لهم احنا ما كناش كويسين. الجميل في كولر انه هو بيتكلم على الحالات دي قال لهم في النهايه انا ما اقدرش الوم دفاعي واقول ان هو دفاع سيء، لا انا دفاعي كويس ولو ما كانش كويس انا ما كنتش هكسب. لكن اللي شبه ده من استهتار في الجون وما قبل الجون لازم لما يقول لك حاجه تصدق الراجل في اللي بيقوله.